السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع، يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح أتكلم عن أمر أو موضوع يخص الزوج والزوجة، ويخص الزوج على وجه الخصوص. هذه الرسالة أوجهها لكل زوج ينفعل على زوجته لأتفه الأسباب، لاحظوا لأتفه الأسباب أو أسباب عادية، خلينا نقول مو تافهة، أسباب عادية. ترى حط أمام عينك وخليها قاعدة في حياتك، الزوجة هذه اختارتك من بين ملايين الملايين من الشباب، صح ولا لا؟ فضلتك أنت على باقي الشباب، اختارتك ليش؟ لأنك رجل، لأنك رجل ولست ذكر. رجل معناها ترتمي في حضنك إذا احتاجتك، تكون مصدر أمان لها، تكون مصدر حماية، مصدر حب وسعادة وراحة لها، وليس العكس. ثق تماما، قبلت بك كرجل وليس كذكر. أبو الزوجة وأخوانها وضعوا يدهم في يدك لأنك رجل، أعطوا بنتهم لرجل. 70 خط رجل. جيت البيت في يوم من الأيام ما لقيت غدا، لقيت الثوب ما هو مكوي، لقيت أي شيء ناقص، ما هي معضلة، ما هي نهاية الكون، الأمر طبيعي جدا يحدث مثل ما أنت تخطئ وتقصر. أيضا هي بعض الأحيان غير متعمدة، ما في زوجة بتهمل زوجها عمدا، صبرت عليك سنين طويلة، صبرت على عملك، صبرت على عصبيتك، صبرت على أشياء كثير، في يوم من الأيام تثبت رجولتك عليها بالصراخ أو مد اليد أو بالشتم، هل هذه هي الرجولة؟ لا والله ليست رجولة. انتبه، امرأة تكد في الليل مع أولادها وتذاكر لأولادها وتراجع لهم وترتب أغراضهم وتغسل ملابسهم وتغسل ملابسك وتسوي أكل لك ولهم، هذه تنحط فوق الرأس، هذه ليش لحظة تقصيرها دون قصد تنفعل عليها؟ ليه؟ بدل ما تحب رأسها. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة ترفع صوتها عليه، من أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت ترفع صوتها على سيدنا ولد آدم، فسمع أبو بكر أبوها سمع صراخها عليه أو صوتها عليه، فطرق الباب فدخل، فهم أن يضرب عائشة، ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم حال بينهم، من غلطان أمنا عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك إيش اللي صار؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر وعائشة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر وبين ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، فانصرف، فهم أبو بكر الرسالة وانصرف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا وقال لها مع ابتسامة: أرأيت كيف منعت عنك هذا الرجل؟ وهي المخطئة، شفت المرونة، شفت الأخلاق، هذه أخلاق القرآن، هذه أخلاق النبوة. لما نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل أمر، خصوصا في هذا الأمر في الحياة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق منكم مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها آخر، صح ولا لا؟ إذا شفت شيء فيها ما عجبك، في أشياء كثير عجبتك سنين وهي صابرة ما هي مقصرة معاك، عشان يوم واحد أمسح كل الماضي وأمسك في الشيء هذا. راجع نفسك أيها الزوج، راجع نفسك كثيرا، فهذه كائن، امرأة عاطفية، تكوينها عاطفي، عكسك أنت تكوينك عقلاني، هذا لا يعني أنه ما عندك عاطفة، وهي ما يعني أنه ما عندها عقل، لا، بس الأغلب علينا إحنا تكويننا عقلاني، نفكر بعقل، هي تفكيرها عاطفي، تفكر بالعاطفة، تحتاج الكلمة الجميلة، تحتاج الاحتواء، تحتاج الاهتمام، تحتاج أن تحسسها إنها زوجتك. أكثر الرجال ما يحسس الحرمة هذه إنها زوجته، وهذه مشكلة. إيش يمنع أني أحضنها؟ إيش يمنع أني أدخل بيتي
حتى لو كان عندي هم وزعل في العمل أو مشكلة، إيش اللي يمنع أدخل أحضن حرمتي؟ إيش اللي يمنعني أدخل أسلم عليها، أحب راسها؟ إيش المشكلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يفرق منكم مؤمن مؤمنة. هذا أمر نبوي صريح، لا يفرق، أمر. وأيضا هناك أمر آخر: استوصوا بالنساء خيرا. هذا أمر نبوي صريح، استوصوا، ما هو رجاء ترى، أمر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في مجلس فيه الصحابة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. وقبل عائشة كان يقول: إني رزقت حب خديجة. هل في أحد فينا أنا وإنت نجاهر بحبنا لزوجاتنا أمام الناس؟ نقول: لا عيب. بس عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهر، يجاهر بحبه لزوجاته. أين المشكلة؟ المشكلة فينا، الخلل فينا، المعضلة فينا، الخلل فينا وفي عقولنا. ورسالتي الأخيرة: يا رجل، أيها الزوج الجميل، تغافل ثم تغافل ثم تغافل، كرهت منها شيء؟ ترى سنين وهي صابرة، سنين وهي تقدم لك العطاء، تقدم لك الشور، تقدم لك تربية الأبناء، تقدم لك كل ما هو جميل. لا تزعلها، تراها زوجتك وأم عيالك، أقرب منها، أحتويها، أعطيها الحب، أعطيها العبارات الجميلة، أعطيها ما تتمنى من الكلام والمشاعر. ما تبغى شيء ثاني منك، صدقني، ما تبغى شيء ثاني منك، تبغى الحب والاحترام والاهتمام فقط. ورسالتي الأخيرة: يا رجل، أيها الزوج الجميل، تغافل ثم تغافل ثم تغافل، كرهت منها شيء؟ ترى سنين وهي صابرة، سنين وهي تقدم لك العطاء، تقدم لك الشور، تقدم لك تربية الأبناء، تقدم لك كل ما هو جميل. لا تزعلها، تراها زوجتك وأم عيالك، أقرب منها، أحتويها، أعطيها الحب، أعطيها العبارات الجميلة، أعطيها ما تتمنى من الكلام والمشاعر. ما تبغى شيء ثاني منك، صدقني، ما تبغى شيء ثاني.